210 دقيقة قدام السنغال، أقوى منتخب في القارة، ولسه بتاخد اللوم. يا ترى هما بيقولوا لهم إيه؟ نصيحة ليا، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، ما تشجعش فريق بعينه، احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب خليكوا ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، مفيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد، يهز اي استاد، روحنا كانت حلوه، تشجعنا قالوا لنا زمان ان خير وسيله للدفاع الهجوم، بس ده غلط، او على الاقل دلوقتي غلط، علشان البرتغال كسبت يورو 2016 بالدفاع، فرنسا كسبت كاس العالم بالدفاع، اتلتيكو مدريد خد الدوري الاسباني من ريال كريستيانو وبرشلونه ميسي بالدفاع، بين قوسين بالكوره الممله اللي مش ممتعه. بس هو مين قال ان الشغل الدفاع المحكم مش ممتع؟ أصل الكورة في أرض الملعب، أقصد الكورة يعني الحقيقية مش البلاي ستيشن، ليها أحكام وظروف وقدرات، مش ماسك دراع وبتلعب بيه. افرحوا وتحمسوا لمنتخبكم، دلوقتي مش وقت كلام ليه هم أحسن، ده وقت كلام لإحنا دايماً أشجع في أي ظروف وبأي إمكانية.